قبل نحو 50 سنوات اغتالت قوات أمريكية خاصة زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في مخبئه في أبو تباد في باكستان. اليوم مصير مشابه تتوعد واشنطن به زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، أو ربما أسوأ، الولايات المتحدة التي تقود تحالفا دوليا لدحر داعش في العراق وسوريا تركز على اقتناص قادة التنظيم وسط تأكيدها أن هدفها الأول هو رأس التنظيم البغدادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وزارة الدفاع الأمريكية وعلى لسان المتحدث باسمها ستيف وارن أكدت مطاردتها للبغدادي وثقتها التامة بالوصول إليه كما وصلت إلى أسامة بن لادن والزرقاوي قبله. تصريحات جاءت بعد استهداف التحالف عددا من كبار قادة التنظيم، من أبرزهم عبد الرحمن مصطفى القادولي المسؤول المالي والرجل الثاني في التنظيم الذي قتل الشهر الماضي بغارة أمريكية في سوريا، أبو عمر الشيشاني أحد أهم قياديي التنظيم العسكريين الذي قتل الشهر الماضي متأثرا بجروح أصيب بها في غارة للتحالف شمال شرق سوريا، أبو سارة العراقي مسؤول النفط قتل نهاية العام الماضي في غارة للتحالف استهدفت سيارته في ريف دير الزور شرق سوريا، أبو مسلم التركماني الرجل الثاني في التنظيم قتل في أغسطس من العام الماضي في غارة جوية للتحالف شمال العراق، أما أبو سياف التونسي قتل في مايو من العام الماضي في سوريا وكان مسؤولا عن العمليات المالية وعمليات بيع وتهريب النفط والغاز للتنظيم. تصفيات يعتقد الأمريكيون أنها ستؤثر بلا شك على قدرات داعش وتحد من قيام عناصره بعمليات إرهابية في سوريا والعراق، بل أبعد من ذلك حيث يستهدف التنظيم دول الغرب. بشاير المضيري، العربية.